احنا اليوم امام داب زلق مسلسل جديد، جزء جديد، مصنع يقوم باستبدال تواريخ الصلاحية مواد غذائية ويباع في أسواق البحرينية. هذه يشيلون التواريخ ويحطون التاريخ الجديد. مسلسل جديد من درب الزلج حقيقة. هاي موضوع ثاني، احنا نتكلم عن رفع الأسعار. هذه الرقابة طال عمرك، لأن هذه موضوع يهم حياة المواطنين. المدير شرد، احنا لازم نعرف طويل العمر انه يعني هذه موضوع يهم حياة المواطنين. وكم متسمم راح المستشفى في ذي؟ انا متاكد ان يعني سعادة الوزير ثلاث شهور ملفات كثيره وانا متعشم خير يعني فيهم، ولكن بالفعل هذا الموضوع تم يعني التغطيه عليه. احنا كمستهلكين المفروض نعرف يعني هذه الشركه، يكون هناك شفافيه في هذا الموضوع على اساس ان نعرف هذه الشركه هذه تغش الشركه، ومدير الشركه هرب الى السعوديه، المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، وهناك طبعا اتفاق امني بين الدولتين ممكن تسليمه في اي وقت. شكرا. نفس المدير يصدر حق الدوله الشقيقه السعوديه بضائع مغشوشه، مواد غذائيه مغشوشه، واحنا يعني فانا من هذا المطالق بعد ايضا يعني اتمنى من سعاده الوزير والمسؤولين انهم يحافظون على موظفين هذا الشيء.